ميشيل طالب في السنة الثالثة ثانوي في مدرسة سانت ريتا العجائبية. كان من المفترض أن يقدم امتحانه الرسمي، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لكن ميشيل لن يعرف مصيره، لأنهم حتى الآن لم يستحصلوا على البطاقات التي تسمح لهم بالمشاركة في الامتحان الرسمي، وبالتالي مهدد مع غيره من زملائه في الصف بإضاعة سنة كاملة من حياتهم المدرسية. الطلاب يقولون إنهم تفاجؤوا في نهاية العام الدراسي بأن المدرسة غير مرخصة. عملنا فحوصات وطلعنا على الباك، وصلنا عملنا باك، جانا عملنا ترمينال، وصلنا على الترمينال صارت الخبرية. بتقول الحق على مين يعني هلأ؟ الحق عليه من الأساس. كيف فوتنا؟ كيف يفوتنا على مدرسة مش مسجلة بالدولة من الأساس؟ ما هو بدي يعمل ضرب احتيال معكم. أنا كيف لازم أعرف؟ إذا كل مدرسة بدي فوت عليها بدروح أسأل كيف معقول أعرف؟ ما هني حاطين بانويات على الوراق متليين الدنيا، قصت عليك والنجاح علينا، أوكي؟ فجينا. وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمني يحاول إيجاد حل لمشكلة الطلاب، ويؤكد عبر الام تي في أنه أصدر قرارا بإقفال بعض المدارس بالشمال الأحمر، منها مدرسة سانت تريز، وبرفض إعطائها الترخيص بتاريخ 20 تشرين الأول 2010، أي قبل بدء العام الدراسي. أنا بدي أترجى الأهل أنه قبل تسجيل أبنائهم بمدرسة أو بجامعة مش كتير يعني عندها تاريخ أو يتأكدوا إذا كان هناك رخصة. من الحلول اللي عم ممكن تطرحوها يكون أنه الدورة تانية، هالطلاب يقدموا لدورة تانية. هدول الطلاب أكيد هذا الحل هو البحث عن حل لهم ليقدموا دورة تانية، إن شاء الله نقدر نلاقي مخرج قانوني. قرار رفض الترخيص لم يصل إلى المدرسة في الوقت المناسب وفق ما أكد محامي المدرسة، وبالتالي يمكن القول إن القرار ضاع على مدى أشهر من دائرة إلى أخرى، كما هي الحال في لبنان، ومعه ضاع مستقبل الطلاب. نحن نعرف أنه ب12 واحد إجانا أراد، كان صرنا 3 أشهر فاتحين، وكنا مقدمين كل طلباتنا وكل مستنداتنا، ونحن مرتكزين على تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم العالي بتقول أنه كل المدارس اللي ما أخذت ترخيص بتضل فاتحة لآخر السنة الدراسية اللي هي شهر 6/2011. مستعدين نعود على كل الأهالي. الأموال تعود إلى الأهل، ولكن ليس هناك ما يعوض عن طلاب قد يخسروا عامهم الدراسي.